خرج المئات من المتظاهرين في وسط الخرطوم في مسيرة أطلق عليها الزحف الأخضر، ندد فيها المتظاهرون بسياسة الحكومة الانتقالية، ورفع المتظاهرون شعارات عبروا فيها عن رفضهم لسياسة الحكومة الانتقالية التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها العزل والإقصاء وعلمانية الدولة وتغيير مناهج التعليم. وشارك في موكب الزحف الأخضر عدد من التيارات المناوئة للحكومة الانتقالية، وكانت القوات المسلحة قد فرضت طوقا أمنيا على كافة الطرق المؤدية للقيادة العامة تحسبا للموكب الذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية. أيضا لتطالب بحقوق مشروعة، منها العيش الكريم، ومنها ترتيب الاقتصاد بما يتوافق مع لقمة العيش. وخرجت هذه الشعوب من كل أنحاء السودان، ليس منتمية لحزب، وليس منتمية لقبيلة، وليس منتمية لطريقة، حتى تعبر تعبيرا صادقا وفقا للقانون ووفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية. خرجت لتعبر عن رغبتها الحقيقية في تثبيت الدين. أنا بفتكر أنه أخونا برهان وأخونا حميتي وكل المكون بتاع المجلس العسكري لا يدخل راسه في الرمال ويخلي الشعب بهذا المستوى الماشي، والدين خط أحمر، الدين خط أحمر. رسالتها له لأنه يبعدوا من الدين، يقعدوا يحكموا الإسلام. نحن ادينا لهم فرصة، اديناهم فرصة ثلاثة سنة يقعدوا معانا بالدين، قعدوا معانا بالدين نشيله في الراس، والله يقعدوا معانا بالدين نشيله في الراس. رسالتي لحمدوك، الآن إذا أردت أن ترفع الاقتصاد فنحن مع الذي يحاول أن يرفع الاقتصاد. لم تخرج هذه الشباب، شباب التغيير، لم تخرجهم الأحزاب. رسالتي أن الأحزاب لم تخرج حد، كيس الملاح خرج الناس. الآن يا حمدوك ومن معه، الآن حيطلع لك الشارع وأولهم نحن الشباب. ننادي بأحكام منبثقة من الشريعة الإسلامية، أن إحنا ضد صيداو وضد العلمانية وضد الصهيونية وضد الإمبريالية، وصيتنا للأخ رئيس المجلس السيادي والأخ نائب رئيس المجلس السيادي والأخ الكباجي والأخ ياسر العطا، إنه البلد ده أمانة في رقبتكم.